أنا هنا في أبراج ميناء، طبعا في هذا اليوم يوم الحج الأعظم، يوم عرف الجميع في هذا الموقع في أبراج ميناء. الآن تتم عملية تفويج أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام للنفرة إلى عرفة بإذن الله. كنا مع كثير من حجاج بيت الله الحرام، ولكن البعض كان يمكن مستعجل لحد يلحق على الباصات وينتقل إلى مشعر عرفة، لكن في بعض الحجاج قالوا إحنا حنتأخر شوي بإذن الله أن نطلع معكم ونتكلم عن هذا اليوم العظيم، يوم الحج الأعظم، يوم عرفة. مشاهدينا الكرام، يمكن كما هو معلوم يعني للجميع، الآن في الساعات صباح الباكر من هذا اليوم يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة، وهو كما يعلم الجميع وهو يوم الحج الأعظم، وجميع الحجاج من جميع المواقع سيتجهون خلال الساعات القادمة لأداء صلاتي العصر وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد عرفة. بناخذ معنا أحد الحجاج، ويمكن تأخرنا عليه يعذرنا، لكن نبغى ناخذ يعني إحنا الحجاج يكونون معنا، هم اللي ينقلون الصورة أوضح لمشاهدين الكرام. طبعا بداية خليني أتعرف عليك. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم محمد بن عبد الله الجعفر العسيري. حياك الله. الله يبارك. اليوم إحنا بإذن الله خلال الساعات القادمة سيتم يعني تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة. نتكلم عنك أنت اليوم هذا الحج، وما شاء الله يعني لو سألناك هذه المرة الأولى أو المرات يعني كانت سابقة لك؟ والله هذه حجتي الأولى، ولا الحمد والمنة. هذه الحجة ربي كتبها لك ما شاء الله تبارك الله. نتكلم من البداية، اليوم أنت حتروح إن شاء الله حتنتقل لعرفة، وإن شاء الله حتصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، نتكلم عنها، وش حاب تقول؟ والله إذا بقول شيء أقول بعد الحمد لله سبحانه وتعالى على هذا المنة اللي منها علينا بحضور هذا المكان والحضور مع هذا الحجاج، وصراحة قافلة إيمانية رائعة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون تنتهي بمغفرة وأجر لكل الحجاج. وواكبت هذه القافلة صراحة تنظيم يفوق الخيال. صراحة كنت أسمع كثيرا عن التنظيم في الحج وقوات الحج وما يقوم به خادم الحرمين وولي العهد وجميع القوات المشاركة في مثل هذه الأماكن، ولكن ليس من سمع كمن رأى. صراحة قاعد نشوف شيء صراحة يرفع رأسنا كسعوديين ويرفع رأس كل مسلم صراحة بكل الخدمات المقدمة اللي أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرم القائمين عليها، من رأس الهرم خادم الحرمين إلى كل فرد يعمل في الميدان من أجل هؤلاء الحجاج. طيب توجه رسالة لمين الآن وأنت على الهواء؟ رسالة واحدة فقط بوجهها بعدها شكر الله سبحانه وتعالى، شكر لخادم الحرمين ولي عهده على ما يقدمونه لحجيج بيت الله. يعطيك العافية، الله تقبل منك، وإن شاء الله إحنا ما راح نأخرك، حتتوجه الآن إن شاء الله ولا يتقبل حجك بإذن الله. إن شاء الله نشوفكم على خير. الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. أيضا معنا أحد الحجاج المتواجدون هنا، بناخذ معه إن شاء الله. أول شيء تعرف عليك؟ معك يزيد سعود أرويلي. حياك الله. اليوم إن شاء الله حتتوجه لمشعر عرفة يوم الحج الأعظم، إيش حاب تقول؟ الكاميرا معك. نقول عسى الله يستجيب دعاءنا، والحمد لله الأمور ميسرة، والله يعز دولتنا ولا يعز عليها، والحمد لله الأمور مع الحملة 100%. وأهم شيء التنظيم كان فوق الرائع، يالله الحمد. طيب. الآن قاعدين ينادون عليكم، حتروح الآن؟ أي نعم. طيب. الله يتقبل منك إن شاء الله، ما نبغى نأخرك، الله يتقبل منك ويعطيك العافية. الله يجزاك بالخير. يلا السلام عليكم. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، يمكن الحجاج ويعني عندهم كلام كثير يعني حابين يقولون لنا، لكن احنا ما نبغى نأخرهم الآن، يمكن حيتوجهون إن شاء الله للباصات للانتقال إلى مشعر عرفة. الله يتقبل منهم إن شاء الله. ونعود لك يا عبد الله في الاستوديو، تفضل الكلمة لك. شكرا لك صالح، يعني لكن قبل أن تذهب يعني هو فقط يعني سؤال سريعا، إذا كنت تسمعني الآن يعني سب. الآن أنت التقيت ببعض الحجاج، حجاج الداخل، هم بعض الحجاج السعوديين طبعا حملات الحج الداخلية، يعني هل هم يعني سيذهبون إلى مشعر عرفة، سيتم تصعيدهم عبر باصات أم قطار المشاعر؟ نعم، يمكن عبد الله في الموقع اللي انا متواجد فيه اللي في ابراج ميناء الاغلب حينتقل بباصات التردديه، يعني الاغلب الان انا زي ما انا شايف امامي الان مجموعه كبيره من الباصات. وكنا يمكن في الساعات السابقه كان عدد كبير من الحجاج يتوجهون لهذه الباصات، والاغلب يكونون متواجدين في هذه الباصات وسينتقلون ان شاء الله الى مشعر عرفه باذن الله، ولا تقبل منهم باذن الله. جاي، كل الشكر للزميل صالح العمري، كنت معنا من ابراج مشعر.